اهلا بحضراتكم من جديد، موجودين معاكم في مدينه السلام شرم الشيخ، وتشهد مدينه السلام قمه المناخ كوب 27 وتجمع كبير لزعماء وقاده ورؤساء دول العالم وحشد دولي كبير يعني الحديث عن قضايا المناخ والانتقال من مرحله التعهدات الى التنفيذ. يمكن ده شعار قمه المناخ كوب 27 هنا في شرم الشيخ. خلينا ناخذ حضراتكم في قراءه وفيه لما حدث امس من لقاءات بين الرؤساء وكلمات لرؤساء العالم في قمة المناخ في شرم الشيخ. نتحدث دلوقتي مع السفير محمد نصر، كبير مفوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا فندم. يمكن تحدث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس على أنه التحديات المناخية من أكبر التحديات، وتوفر الإرادة ضروري يعني حل هذه التحديات. إلى أي مدى حضرتك شايف أنه قمة شرم الشيخ تحقق هذا أو تفتح الطريق لهذا؟ هكا احنا يعني في نقطة مهمة، السنة دي قمة شرم الشيخ جاية في وقت صعب جدا على المجتمع الدولي، وقت صعب مقارنة بالقمم السابقة، بمعنى ان احنا السنة اللي فاتت لما كنا في جلاسكو كان التحدي الرئيسي هو هنعمل ايه بعد اثار الكوفيد. السنة دي احنا بنعمل قمة في وقت في أزمة غذاء في العالم، في أزمة طاقة، في أزمة وقود، في أزمة أسعار فايدة، في أزمة سياسية وحرب في أوكرانيا وروسيا، فالوضع الدولي السنة دي صعب جدا. ولكن الكلمه بتاعت السيد الرئيس ويعني الدفع اللي حطه والزخم اللي حطته كلمه السيد الرئيس كانت واضحه جدا، ان احنا مع كل هذه الازمات المجتمع الدولي لازم يتحرك ولازم ما ينساش موضوع التغير المناخي. ليه لازم ما ينساهوش؟ لان احنا لو فتحنا التلفزيون في اي وقت حاجة هتلاقي فيه كارثه متعلقه بالمناخ بتحصل في حته في العالم، من اول الدول المتقدمه امريكا او اوروبا او كندا لغايه كل الدول الناميه، اخيرا مؤخرا نيجيريا وقبلها باكستان. ف يعني التغيرات المناخيه والتعامل معاها مش هينتظرنا لغايه ما نحل مشاكلنا كمجتمع دولي وكسكان للكره الارضيه، ولكن لازم نتعامل معاها بنفس القدر من الاهميه وان لم يكن اهم. فانا اعتقد امبارح الكلمه بتاعت الرئيس والافتتاح ووقت وتوقيت المؤتمر هيدفع العمل الجماعي الدولي وهيقدم له دفعه مطلوبه، وسواء على الالتزام السياسي او على مسار التنفيذ، وهو ده الاهم، لازم نشوف حاجات على الارض. عظيم. سعادة السفير، على مدار عام مضى ازاي مصر قدرت تهيئ الاجواء للمفاوضين حتى يخرج هذا المؤتمر بنتائج فعاله؟ حضرتك طبعا موجود في الوفد المصري من 2007، وكان حضرتك كمان بترأس الوفد الافريقي للتفاوض بشان التغيرات المناخيه اي جي ان 2018 2019، فعندك من الخبره ما يكفي. فعايزين نعرف هل المجتمع الدولي جاد هذه المره ايضا في احداث تغيير في هذا الملف؟ وطبعا المجتمع الدولي طول عمره جاد، لكن الجدية حاجة والالتزام السياسي حاجة وحجم التنفيذ على الأرض حاجة تانية. وعشان كده الحقيقة ده من ساعة ما يعني تم التوافق على اختيار مصر لاستضافة المؤتمر كان في رؤية لفريق الرئاسة سيد وزير الخارجية مع الفريق العامل سواء من وزارة الخارجية أو وزارة البيئة أو الوزارات الأخرى، وعرضناها على الرئاسة أن يبقى التركيز المؤتمر السنة دي، وده الحاجة بتبقى في قدرة رئاسة المؤتمر أنها تركز على موضوع يبقى هو ده الأساس بتاع الدفع وبناء الزخم الدولي للتعامل معاه. وكان الاهتمام بتاعنا ان احنا عايزين نتحول من مراحل تعهدات ثم تعهدات ثم تعهدات نعملها من سنه 94 الى التنفيذ على الارض، ان الوضع الحالي بيحتاج ان احنا نبدا ننفذ يعني زي ما بنقول كده ات سكيل اند ات سبيد، يعني لازم بحجم كبير جدا وبسرعه شديده جدا. المسار اللي احنا خدناه من ساعه ما تم اختيار مصر انها هي اللي تستضيف المؤتمر، عملنا الحقيقه يعني حمله واسعه سياسيه كبيره جدا في الخارج وفي الداخل. في الداخل كان في التعامل مع وزارة البيئة لرفع الوعي على كل المؤسسات الدولة، ولكن في الخارج وهو الأهم موضوع حشد الدعم الدولي للتعامل مع تغير المناخ، سواء بقى على مستوى المفاوضات واللي هي بتمثل المسار التوجيهي للتعامل الدولي، أو على المسار الثاني اللي هو مسار بنسميه الستيك هولدرز أو الغير حكوميين، القطاع الخاص، مؤسسات التمويل الدولية، المؤسسات الدولية. ده اتعمل الحقيقة مع بالتعاون مع دكتور محمود محي الدين اللي هو الشامبيون أو رائد المناخ. والمسار الأهم برضه اللي هو المسار بتاع رؤساء الجمهوريات. فالحشد ده كله استمر على مدار عام من خلال مشاركات وعدد من المؤتمرات الوزارية، سواء استضفناها مع المملكة المتحدة أو ترأسناها أو دفعنا بيها، ومسار من المفاوضات حصل على مستوى المفاوضين وكبار المفاوضين في مصر وفيرشوال واجتماعات في مصر وفي عدد من العواصم الدولية، ودفع الحقيقة من رئاسة الجمهورية ومن السيد وزير الخارجية لنظرائه بأهمية تأكيد التزام المجتمع الدولي ان هو يؤكد ان التغير المناخ لسه على رأس قائمة الأجندة الدولية. الحقيقة الحمد لله يعني نقدر نقول الزخم ده
اسهم في ان احنا النهارده عندنا امبارح تقريبا 105 او 110 رئيس دوله وحكومه موجودين بيتكلموا على تغير المناخ، مش بس موجودين لكن بيشاركوا في 6 مواعيد حواريه اتعملت امبارح، ودي الحاجه الاضافه، حاجه من الاضافات اللي مصر عملتها السنه دي، في تركيز على موضوعات متاثره جدا بتغير المناخ لكنها ليست في المسار التفاوضي، زي الغذاء، الامن، امن وامن المائي، زي التاثير على المجتمعات المهمه، المجتمعات الهشه، زي الجاست ترانزيشن او التحول، الانتقال العادل. دي كانت حاجات بيتم تطرق اليها بصوره ضعيفه في المفاوضات لانها المفاوضات فيها جانب فني وسياسي، لكن احنا فكرنا انها لازم ترتفع الى مستوى رؤساء الدول بحيث يبقى في توجيه وتاكيد من المجتمع الدولي على التعامل مع دول. وفي نفس الوقت بقى المسار الثاني اللي هو برضه الحقيقه يعني في زخم كبير جدا، المسار بتاع الغير حكوميين، القطاع الخاص، المؤسسات الدوليه، وده اللي احنا شايفينه في الجزء الثاني من البلو زون. هيك لو طلعت بره في البافيليونز بعيد عن الحكوميين اللي زينا هتلاقي ان المساحه اللي اتعملت لعرض الانجازات بتاعه القطاع الخاص او التفاعل او النشاط التفاعلي السايد ايفنتس اللي بتعمل، النقاشات اللي بتحصل، المساحه اللي موجوده دلوقتي ضعف المساحه اللي كانت موجوده في جلاسكو. معنى كده ان في بقى في اهتمام كبير جدا، عشان كده السيد ابو شرم اشاد بالفعل بجهود التنظيم لانه عارف كويس التنظيم بالظبط ازاي. بالظبط، فاحنا بنتكلم في ضعف المساحه بالظبط. والمسار التعامل مع دكتور محمود محي الدين بقى اللي هو كيفيه الربط ما بين ما تقدمه الدول وما تشير اليه مؤسسات التمويل، يعني كان في دايما نقاش، دايما مؤسسات التمويل تقول احنا عايزين مشاريع عشان ننفذها، والدول تقول انا عندي مشاريع ومحدش بيجي ينفذها. فبالتعاون مع دكتور محمود محي الدين عملنا تقريبا 6 مواعيد حواريه في المناطق الاقتصاديه المختلفه، وجبنا مشروعات من الدول الناميه وقدمناها لمؤسسات التمويل بحيث يتم الربط. فالحقيقه اشتغلنا على كل المستويات دي من اول المستوى الرئاسي لغايه المستوى التفاوضي. كانت السنه صعبه بس الحمد لله يعني ربنا كرمنا والدنيا ماشيه ما شاء الله. ان شاء الله سعاده السفير، مساله التعويض ويمكن تحدث عنها سياده الرئيس امس، اهم الاطروحات المصريه في هذا الشان ام انه حلم صعب التحقيق؟ مش عارف، احنا ما بنحبش نتكلم، ما بنحبش نقول الترم بتاع التعويض، يعني كومبنسيشن ده ان لها طرق قانونيه، له طرق بالظبط كده، له بعد قانوني وله يعني طرق اخرى، والطرق الاخرى ديت للاسف لو دخلنا كلمه تعويض في المفاوضات بتتحول المفاوضات الى مفاوضات شديده الصعوبه، وفي العادي ما بيحصلش فيها توافق. فاللي احنا قدرنا نعمله السنه دي ان احنا نبدا نشتغل على اليه تمويليه لدعم الدول في التعامل مع الخسائر والاضرار المرتبطه بتغير المناخ. نوع من انواع التكيف يعني؟ التكيف جزء من، او هي جزء من التكيف، ولكن الخسائر والاضرار تتجاوز التكيف. خسائر واضرار زي مثلا حصل فجاه فيضان مش متوقع، حصل فجاه حاله جفاف شديده جدا مش متوقعه، اعصار جاي مش وقت وبشده شديده جدا. ازاي نتعامل مع الاثار بتاعتها؟ يعني لو خدنا باكستان كمثال، احنا سامعين ان الاثار الاقتصاديه لباكستان فقط بسبب الفيضانات اللي اكثر بالعادي 30 مليار دولار. طب دوله زي باكستان، دوله ناميه متوسطه الدخل، هتقدر ازاي تتعامل مع الموضوع ده؟ هل هتمشي في المسار المعتاد بتاع هتاخد قرض عشان تتعامل، ولا محتاج ان يبقى في تعامل سريع من المجتمع الدولي ومنظم من خلال اليات مؤسسيه؟ هو ده المجال اللي احنا فتحناه. احنا لازم يا جماعه نبقى عارفين مفاوضات تغير المناخ، احنا في الدوره 27، يبقى لنا 27 سنه بنتفاوض، فالمفاوضات مش بتنتهي في مؤتمر ولكنها بتبني على ما قبل. فاحنا اللي نجحنا فيه الحمد لله السنه دي ان احنا نبدا المسار التفاوضي لمده سنتين، كيفيه انشاء اليه تبقى هي الاليه ديت اللي بتقدم لك المساعده على طول بدل ما تبدا تدور على المؤسسه الفلانيه والجهه الفلانيه وكده. فدي اعتقد ده انجاز، لانها عمرها ما كانت بتخش في المفاوضات قبل كده. بكل تاكيد. سعاده السفير، ايه اللي يمنع الدول العظمى والدول المتقدمه من ان هي تفي بالتزاماتها وهي تعلم جيدا بان حجم ما تنفقه هي نفسها على الوقود الاحفوري ستنفق اضعاف اضعاف لموجة التغيرات المناخيه عليها هي شخصيا على نفس الدول؟ هو فيها جزئين، فيها جزء الاولاني ان في دول مش حاسه بحجم الازمه او شايفه بتتاثر بشكل كبير، هي بتتاثر بس شايفه بتبص على تاثيرها الداخليه. فكل واحد بيبص على وضعه الداخلي، مش هيبص على وضعه بره او يبص على الوضع الاكبر غير لما يحس ان الازمه ديت هتؤدي الى اثار، الازمه اللي بتحصل في دول تانية تؤدي الى اثار عليه. ده اللي احنا بنقوله كدول ناميه بقالنا فتره، ان الجفاف في افريقيا مثلا او المشاكل الرئيسيه اللي بتحصل في قاره في امريكا اللاتينيه ليها اثار عابره للحدود، بمعنى ان انا لو حصل جفاف في المنطقه الفلانيه الناس بتتحرك، بيحصل نزوح داخلي ثم نزوح داخلي ثم هجره، والهجره تبدا الناس تدور على حته، فين الحته اللي اقدر اروح اشتغل فيها؟ فليها تاثيرات شديده الصعوبه ان انت تقدر تحددها. وكان في الاول صنع قرار دايما بيبقى عنده مشكله ان هو يقدم تمويل، يعني فكره ان انا هقدم مساعدات خارجيه يقول لك طب انا بقدم مساعدات يا جماعه في حاجات تانية كتير. ولكن اعتقد ان بقى في الضغط بتاع الدول الناميه والتوافق اللي حصل في باريس
بيسهموا يعني جراديولي بس بطريقه بطيئه شويه. فده الحقيقه يعني رساله السيد الرئيس امبارح وكلمه السيد وزير الخارجيه في افتتاح المؤتمر في الشق التفاوضي كانت واضحه، ان اي تاخير في تقديم التمويل والتعهدات التمويل بيؤدي الى تاخير في الاجراءات ويؤدي الى تاخير في اتخاذ اجراءات مهمه جدا لينا كلنا. صحيح. النظره المستقبليه للاقتصاد الاخضر، يعني مصر ومحققاته من انجاز في هذا الشان، واحنا هنا بنتكلم على مدينه شرم الشيخ وتحولها لمدينه خضراء صديقه للبيئه، الى اي مدى هذا يؤثر في مساله يعني المفاوضات الخاصه بالتغيرات المناخيه هنا في كوب 27؟ هو دايما هيك في المفاوضات انت دايما محتاج توليد باي اكزامبل، يعني انت عشان تقول والله يا جماعه احنا محتاجين 100 مليار دولار، محتاجين تريليون دولار. السؤال دايما من الدول او المؤسسات، طب هتعمل بالفلوس دي ايه؟ في تقدر تقول والله انا هعمل 1 2 3، بس لما بيشوفوا حاجه بتحصل على الارض بيبقى في فرق كبير جدا. فاحنا الحقيقه حاولنا تعاون مع وزاره البيئه، مع كل الوزارات، مع محافظه جنوب سيناء، ومن خلال اللجنه العليا برئاسه السيد رئيس الوزراء، ان احنا نقدم نموذج لما نحاول ننقل مدينه من مدينه زي اللي احنا عارفينها الى مدينه خضراء. الكلام ده بيتعمل؟ بيتعمل. تكلفته عامله ازاي؟ شكله عامل ازاي؟ التحديات اللي بتواجهها الدول الناميه، لان ده في فرق كبير جدا بين تحديات الدول الناميه والدول المتقدمه. وده بالتالي ده احنا بنحاول نعمله قدام نموذج. احنا قدرنا نجيب اتوبيسات كهرباء واتوبيسات بالغاز وسولار بانلز ونحاول نعمل ريسايكلينج، بس الكلام ده له تكلفه. صحيح. والتكلفه ديت يا اما للدول الناميه يا اما هتقتطعها من ميزانيتها للتنميه الاقتصاديه والاجتماعيه، على الرغم من اثارها الاجتماعيه والاقتصاديه الجيده، ولكن هي اوفر اند اباف الحاجات اللي عندك اوريدي. انت عندك تحديات في التعليم، عندك تحديات في الصحه كدوله ناميه. صحيح. عندك تحديات اقتصاديه. عشان تعمل التحول الاخضر اللي احنا اتفقنا عليه ده له تكلفه. يتعمل على سكيل صغير زي مدينه شرم الشيخ اتعمل، تكلفته قد ايه؟ بعد كده تقدر تقول والله انا يا جماعه عملت النموذج ده، اما نحتاج نكرره هنتعامل معاه ازاي وهيكلف قد ايه؟ عشان كده بنتكلم في حاجه اسمها سكيلابيليتي اند ريبليكابيليتي، يعني معلش في اللي هو التكرار النموذج وتوسيع النموذج. وده اللي احنا بنحاول نقدمه من خلال بس مش شرم الشيخ، عدد من التجارب الناجحه في العالم كله. عظيم جدا. احنا دلوقتي كنا بنتكلم عن التمويل، وفي سؤال مهم جدا، فين دور مؤسسات التمويل؟ هل حضرتك شايف ان عندها حاله من الجمود في التفكير في ان هي تقدم منح للتمويل للقاره الافريقيه؟ حاجة مؤسسات التمويل موجوده، هو الفكره في اليات التمويل نفسها. يعني البنوك الدوليه قدمت اعتقد سنه 2020 حوالي 70 مليار دولار للدول الناميه علشان تساعدها في عمليه التحول. طيب المبلغ ده قدم في شكل ايه يا فندم؟ اغلبه قدم في شكل قروض وقروض ميسره، لكن حجم تدفقات التمويل نفسها يتجاوز التدفقات، يتجاوز حوالي 500 مليار الى 600 مليار في السنه. ولكن لازم نفهم التدفقات ديت لو هي استثمارات ليها معايير، معنى ان انا لو مستثمر هروح استثمر في الدوله الفلانيه، لو الدوله ديت فيها مشاكل اجتماعيه واقتصاديه وبيئيه ومناخيه تكلفه الاستثمار هتبقى عاليه جدا. احنا بنسميها كوست اوف فاينانس، اللي هي تكلفه التمويل هتبقى عاليه جدا. لو تكلفه التمويل عاليه هتبقى تكلفته عليا كدوله ناميه عاليه جدا مقارنه بالتكلفه على دوله متقدمه. فالدفع بتاعنا في المفاوضات كدول ناميه منذ فتره وبالذات المجموعه الافريقيه، انه يا جماعه مش نتكلم على رقم تمويل، نتكلم على آلات التمويل وأدوات التمويل، منح، قروض ميسرة جدا. من خلال الآلات ديت نقدر نساعد الدول النامية تعمل الترانزيشن والتحول التنموي في نموذج التنموي اللي نقدر نعمله. طبعا الموضوع مش سهل، لأن أي تمويل بيجي معاه عدد من المعايير والمتطلبات من مؤسسات التمويل. صحيح. ده معروف. هل بيزود الموضوع صعوبة الأزمات اللي احنا بنعيشها، أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية الأوكرانية؟ طبعا هو ودي الأزمة اللي احنا بنتكلم فيها السنة دي. احنا بنعمل مؤتمر في وقت في أزمة في التمويل. صحيح. مش بس تواجد التمويل ولكن شكل التمويل وتكلفته. وده الحقيقة كانت رسالة السيد الرئيس وكانت رسالة السيد الوزير، ودي رسالتنا في المفاوضات، ان احنا اتفقنا ان احنا نحقق نموذج تنموي عالمي جديد، لكن كل واحد لازم يتحمل مسؤولياته. والحقيقة اتفاق باريس واضح، في مسؤولية على الدول المتقدمة انها تقدم المساعدات. صحيح. بالشكل اللي يتناسب مع احتياجات الدول النامية. طيب هنا الدول النامية مفيش اي دور عليها؟ يعني احنا دور كبير جدا، دور كبير جدا. الدول النامية خلي بالك، هو الاتفاق في باريس اختلف عن الاتفاق اللي اتعمل سنه 92. في باريس كل المجتمع الدولي عليه دور، كل المجتمع الدولي عليه دور. فالدول الناميه والدول المتقدمه كل واحد عليه دور. وعلى فكره الدول الناميه بتعمل بالفعل كتير جدا من الاجراءات. يعني لو خدت مثلا الدول الافريقيه، اخر دراسه احنا موجوده من الاتحاد الافريقي بتقول ان الدول الافريقيه بتدفع 5% من الجي دي بي، من اجمالي الدخل القومي بتاعها، لمشروعات التكيف.
ولكن اللي بيحصل ايه؟ بيحصل ان احنا اغلب الدول الناميه ما عندهاش القدره انها تقيس حجم التمويل اللي هي بتقدمه من ميزانيتها لموضوع التيار المناخي. يعني لو خدنا مصر مثلا، مشروعات مترو الانفاق، مشروعات المونوريل، مشروعات الطرق، دي كلها مشروعات بتخدم جدا التعامل مع تيار المناخ. لكن احنا ما كنا بنحطها قبل كده، ما كناش بنحطها في اطار انها مشروعات بتقابليها خدمات مناخيه ملموسه. مشروع بتاع اتوبيس الترددي بتاع الدائري ده، كل دي مشروعات، لان انت بتقلل الانبعاثات. مشكله الدول الناميه اغلبها انها الكومبوننت ده ما كانش موجود في فكرها، مقارنه بالدول المتقدمه اللي بتحط كل الفوائد اللي بتطلع من المشروع، ومره تحسبها تغير مناخ، مره تحسبها تنميه، مره تحسبها كذا. وده اعتقد يعني حاجه من الحاجات الكويسه اللي طالعه من المؤتمر، ان احنا كدول ناميه وبالذات كمصر قدرنا نحدد ان احنا بنعمل مشروعات كتيره جدا ما بنقولش عليها تغير مناخ، بنقول عليها تنميه، ولكن هي ليها بعد مناخي كبير جدا. مساله التنميه المستدامه يعني تخدم بشكل او باخر مساله الاقتصاد الاخضر، ومنها يعني قله تاثير التغيرات المناخيه. هو حاجه التنميه المستدامه هي ليها ثلاث اجزاء، هي التنميه متوافقه مع البيئه اللي ده بنتكلم عليه بتاع المناخ، وتنميه اجتماعيه واقتصاديه، وهي ده البعد بتاع التنميه المستدامه. احنا كمصر بندفع بفكره استخدام تغير المناخ في اطار التنميه المستدامه. صحيح. مش مستقل، لان احنا كدول ناميه عندنا لسه احتياجات تنمويه كبيره جدا. الثقافه دي كمان لسه مش منتشره قوي في وسط الناس. حتى لو هي مش منتشره جزء، وفي نفس الوقت ما فيش وعي بان انت اللي بتعمله ده، انت لو عملت ريسايكلينج ان ده بيخدم المجتمع، بيخدم البيئه. الموضوع مش بس بيئه ونظافه، يوصل لهم بقى بعائد اقتصادي بطريقه اقتصاديه. بالظبط يا فندم، بيخدم المجتمع الدولي. ودي كانت رساله الفيلم على فكره اللي اتعرض في الاول خالص في الافتتاح، ان كل شخص وكل دوله وكل جهه ليه عليها دور. العمل جماعي، ولكن كل واحد عليه مسؤوليه شخصيه او مجتمعيه او دوليه. عظيم. مصر ليها باع كبير جدا في العمل الدبلوماسي، وهي دلوقتي بتلعب دور الوسيط في ايصال صوت ومخاوف البلدان الناميه والدول الافريقيه الى الدول العظمى والدول الصناعيه المتقدمه. هل في تحديات ثانيه بتواجه هذه الدول الناميه غير التمويل؟ طبعا، هو فكره التحول، يعني هو 2015 العالم كله توافق على ان يبقى في تحول في نموذج التنميه نفسه. يعني ونموذج التنميه نفسه معناه ان حضرتك وانت بتعمل التنميه الصناعيه لازم التنميه الصناعيه ديت تبقى مراعي جدا موضوع الانبعاثات وموضوع كذا. لو بتعمل تنميه سياحيه لازم تبقى مراعي تاثيرها على البيئه المحيطه. لو بتعمل تنميه اجتماعيه لازم ما تكونش ليها اثار في موضوعات التكيف. فكره التحول تغير النموذج التنموي نفسه دي فكره كبيره وواسعه جدا. اي حاجه صغيره بتحصل ليها ابعاد اجتماعيه واقتصاديه. يعني لو خدنا مشروع اتوبيس، غيرت مثلا، انت دوله ما عندكش نقل عام، قررت فجاه انت تعمل شبكه نقل عام عشان تخفض الانبعاثات والمساعده في كذا. طب اللي موجودين بالفعل، سواء بقى توك توك سواء ميكروباص، اما دول يعني بيطلعوا من السوق، فانت لازم توجد لهم بديل. وظيفه ثانيه. ففكره الانتقال العادل، ازاي توجد بدائل للناس اللي هتتاثر سلبا بعملية التغير في النمط التنموي. لو جبنا عربيات كهرباء، طب الميكانيكي اللي بيشتغل على العربية العادي ده هتعمل فيه ايه؟ لازم تدربه على حاجة تانية. ده يعني حاجات واسعة جدا. فالتحول بالنسبة للدول النامية، فكرة التحول العادل الجاست ترانزيشن، وفكرة الانتقال لنمط تنموي جديد تتضمن حاجات واسعة جدا، وده اللي احنا برضو بنروج له في المؤتمر، وده اللي بنسعى ان احنا ندفع بيه. كل التوفيق بإذن الله سعادة السفير محمد نصر، كبير مفوضي الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ. شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. شكرا ليك، وشكرا على الاستضافة. شكرا لحضرتك.